يا مساء الفل والجمال على كل حبايبنا ومستمعين الراديو 90 90. وحشتوني جدا من الحد اللي فات، ومعاكم دلوقتي مع باب الغنى 2021، برنامج المزيكا والدلع والغنى، واللي عنده موهبه حلوه هيكلمنا طبعا على 2 18 10 8 66، والاسم اسس على 199. الفيسبوك بتاعنا facebook.com/radio9090، والهاشتاج بتاعنا على تويتر باب الغنى 2021 بين كل كلمه وكلمه اندرسكور. وتقدروا تشوفونا وتسمعونا لايف من الابلكيشن بتاعنا، تنزلوا الابلكيشن وتشوفونا لايف، او الويب سايت 9090.fm. طبعا رنا سماحه ومين عطا هيكونوا معاكم ساعتين ان شاء الله لحد الساعه 8، احنا مع بعض هنستناكم تكلمونا. وحاطين لكم فزوره حلوه كده على السوشيال ميديا على صفحتنا، صفحه الراديو. عايزين نعرف الصوره اللي انتوا هتشوفوها دي فيها كام حصان بثلاث رجول بس. عدوا بقى كده ايه، وشغلوا الاي كيو العالي بتاعكم، وقولوا لنا في كام حصان ثلاث رجول بس. هتسمعنا ايه يا نجم العالم؟ بيحسدوني لما بضحك وبيقولوا لي اه يا بختك. يلا احنا في انتظارنا جاي حالا اهي، وهنرجع نلعب معاكم اول لعبه وننبسط كلنا. يلا بينا هنبتدي معاكم حلقتنا دلوقتي، ومعانا اول تليفون زينب. زينب ازيك؟ عامل ايه يا ماما؟ مبارك يا زوزو. زي الفل. عامله ايه؟ كله تمام. وبس الساعه ايه؟ حلوه قوي. وبعدين في الجو ده انت عارفه في ايه؟ جو قفش علينا، قال لك اخر شهر وبتاع، فشد حيلي. ها يعني بيلحق في الاخر. حلوه، بتحبي الشتاء قوي. هوت شوكليت ودفايه وبطانيتك والحافك والدنيا تمام. انت متضايق دلوقتي من الشتاء؟ شوربه عدس جميله. طب قولي لي، عرفتي الاجابه بتاعت فزورتنا كام حصان ثلاث رجول بس؟ الجروب كله عرف، احنا جامدين قوي على فكره. ما ممكن يكون غلط، خلي بالك ركزي عشان في تركايه. التصار. انت طايشه، انت طايشه شكلك كده، طايشه. شكرا شكرا. طايشه تقريبا. تمانية. طب انا اعرف اخر حلقه، مش عارف، نعرف. انا لسه هقعد عدهم. ماشي هقعد عدهم. طيب تعالي نلعب. كمل انت، نبتدي بكمل انت. يلا نلعب. سمعك حته من غنوه عشان اللي بيسمعنا برضو يبقى عارف. سمعك حته من غنوه وهقف وانت تكملي. يلا. يبقى ما تكمليش بقى. ماشي يلا. يا رب سهلة بس يا صنع. جميلة جميلة. كل الناس تاخد أغاني سهلة وتيجي علينا. يلا تاني. لا لا، هتبقى سهلة وهتعرفيها. بتطمن قلبي اللي مشغول علي دايب. كلمتين يتقالوا منه ولا عنه. يتطمن قلبي اللي مشغول علي دايب. أيوة كده. هايل. أيوة أنت حلوة. أمال في إيه؟ شفت بقى. المره الجايه هجيب لك حاجه ايه بقى، ما إيه؟ تعديش منها. ربنا. ماشي يا زوزو، نورتينا جدا. عايزين نمسي على حبايبنا على صفحتنا على الفيسبوك. راتي وكريم الحسيني. انا اكتشفت ان في حصان في الصوره من غير ديل، ده مالناش دعوه بيه يا باشا. خلينا في الحصان اللي هم ثلاث رجول بس. مساء الفل يا لامي. احمد زكي مساء الفل. الاجابات طبعا هقول لكم اخر حلقه. ايوب عطا مساء الفل. نوره مساء الفل. حسن وهيب. احمد عوض. ماجدة. سعيد مساء الفل. معانا مريم. مريم ازيك يا مينا؟ ازيك يا مريومه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ لا بس انا عايز اسمع مريم. مريم. أيوة. انا قلت غالك عشان ما تزقيش بس. لا انا بحكي. عامله ايه؟ كده منك الحمد لله. اخبارك كله حلو؟ الحمد لله نشكر ربنا. انت عامل ايه؟ كله حلو الحمد لله يا ربنا. عرفتي حل الصوره اللي على صفحتنا؟ كام حصان؟ 8 مش 9، وفي حصان في ديله هو اللي ناقص مش رجليه، فده ما يتحسبش. هو في حصان واحد بس اللي ديله ناقص؟ طب مالناش دعوه بالديل، يعني انت بتقولي 8. بس هو 8 مهم وخلاص. طب خلينا نشوف اخر الحلقه اجابتك عامله ايه. هنلعب أوكي. دلوقتي كمل انت. هسمعك حته من غنوه وانت هقف عند حته معينه وانت تكملي. يلا. كلمتين يتقالوا منه ولا عنه. يطمن قلبي اللي مشغول علي. ايوه كده. هايل. أيوة انت حلوه. امال في ايه؟ شفت بقى. المره الجايه هجيب لك حاجه ايه بقى، ما إيه؟ تعديش منها. ربنا. ماشي يا زوزو، نورتينا جدا. عايزين نمسي على حبايبنا على صفحتنا على الفيسبوك. راتي وكريم الحسيني. انا اكتشفت ان في حصان في الصوره من غير ديل، ده مالناش دعوه بيه يا باشا. خلينا في الحصان اللي هم ثلاث رجول بس. مساء الفل يا لامي. احمد زكي مساء الفل. الاجابات طبعا هقول لكم اخر حلقه. ايوب عطا مساء الفل. نوره مساء الفل. حسن وهيب. احمد عوض. ماجده. سعيد مساء الفل. معانا مريم. مريم ازيك يا مينا؟ ازيك يا مريومه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ لا بس انا عايز اسمع مريم. مريم. انا قلت غالك عشان ما تزقيش بس. لا انا بحكي. عامله ايه؟ كده منك الحمد لله. اخبارك كله حلو؟ الحمد لله نشكر ربنا. انت عامل ايه؟ كله حلو الحمد لله يا رب. عرفتي حل الصوره اللي على صفحتنا؟
كام اه حصان؟ 8 مش 9، وفي حصان في ديله هو اللي ناقص مش رجليه، فده ما يتحسبش. هو في حصان واحد بس اللي ديله ناقص؟ طب مالناش دعوه لا بالديل، مش يعني انت عارفة، بتقولي 8. بس هو 8 مهم طب وخلاص. خلينا نشوف اخر الحلقه اجابتك عامله ايه. هنلعب دلوقتي، اوكي كمل انت، هسمعك حته من غنوه وانت هقف عند حته معينه وانت تكملي. يلا ماشي. ممكن جوه شوي نغوط. كنا عيال مهما الأيام تتعبوا. على فكرة أنت بتجيب لي أغاني صعبة أوي، قلت لي أغاني سهلة. عمره ما بص شمال. لا أنا في معرفش، الشدة راجل جدع. لا 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 أنا عايزة، مش عارفة، عايزة أغنية سهلة. هات لي أغنية ليك. ليه أنا؟ طب استنى اجيب حاجه اسهل دلوقتي، هتلاقي حاجه تاني. طيب عشان ايه؟ احنا ظلمناها برضه، جبنا لها موال وبتاع، موضوع كبير. لا انا مش متابعه اغاني، يعني متابعه يعني. هات لي اغنيه سهله حاضر. اغانيك انت. حالا ماشي حالا اهو. اوكي. نجيب لك ايه؟ نجيب لك ايه؟ الحاجات كلها صعبه. لا عايزه اغنيه سهله بليز. ماشي ممكن. ايوه ممكن دي. يلا دي جميله، دي بقى دي جميله دي يا مريم بقى. ماشي طب سمعينا. قول لي يا حبيبي كلمتين يتقالوا منه ولا عنه، يطمن قلبي اللي مشغول علي. ايوه ايوه كده هايل. أيوة انت حلوه. امال في ايه؟ شفت بقى المره الجايه هجيب لك حاجه. ايه بقى؟ ما تعديش منها. ربنا ماشي يا زوزو، نورتينا جدا. عايزين نمسي على حبايبنا على صفحتنا على الفيسبوك، راتي وكريم الحسيني. انا اكتشفت ان في حصان في الصوره من غير ديل، ده مالناش دعوه بيه يا باشا. خلينا في الحصان اللي هم ثلاث رجول بس. مساء الفل يا لامي، احمد زكي مساء الفل. الاجابات طبعا هقول لكم اخر حلقه. ايوب عطا مساء الفل، نوره مساء الفل، حسن، وهيب، احمد عوض، ماجده، سعيد مساء الفل. معانا مريم. مريم ازيك يا مينا؟ ازيك يا مريومه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ لا بس انا عايز اسمع مريم. مريم انا قلت غالك عشان ما تزقيش بس. لا انا عامله ايه كده منك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله حلو الحمد لله، نشكر ربنا. انت عامل ايه؟ كله حلو الحمد لله يا ربنا. عرفتي حل الصوره اللي على صفحتنا؟ كام حصان؟ 8 مش 9، وفي حصان في ديله هو اللي ناقص مش رجليه، فده ما يتحسبش. هو في حصان واحد بس اللي ديله ناقص؟ طب مالناش دعوه لا بالديل، يعني انت عارفة. بتقولي 8. بس هو 8 مهم وخلاص. طب خلينا نشوف اخر الحلقه اجابتك عامله ايه. هنلعب أوكي. دلوقتي كمل انت، هسمعك حته من غنوه وانت هقف عند حته معينه وانت تكملي. يلا على فكره انت بتجيب لي اغاني صعبه قوي، قلت لي اغاني سهله. عمره ما بص شمال. لا انا ما اعرفش. الشدة راجل جدع. لا 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 انا عايزه، مش عارفه، عايزه اغنيه سهله. هات لي اغنيه ليك. ليه انا؟ طب استنى اجيب حاجه اسهل دلوقتي، هتلاقي حاجه تاني. طيب عشان ايه؟ احنا ظلمناها برضه، جبنا لها موال وبتاع، موضوع كبير. لا انا مش متابعه اغاني، يعني متابعه يعني. هات لي اغنيه سهله. اغانيك انت. حالا حالا اهو. اوكي. نجيب لك ايه؟ نجيب لك ايه؟ الحاجات كلها صعبه. لا عايزه اغنيه سهله بليز. ماشي ممكن. ايوه ممكن دي. يلا دي جميله، دي بقى دي جميله دي يا مريم بقى. ماشي طب سمعينا. السلام عليكم. ايوه. ايه يا حاج، في حاجه ولا ايه؟ لا مش عارفه برضه. طب اجيب لك ايه؟ جبتك معاك قلبي. طيب خلاص يا مريم، هات دي اغنيه ليك. يبقى الحلقه الجايه ان شاء الله هجيب لك اغنيه ليا، بس انت تذاكري شويه حلوين، والحلقه الجايه تكلمينا وهجيب لك اغنيه ليا تدلعينا بقى تغني معانا. نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باب الغنى. رنا سماحه ومين عطا. لسه مكملين معاكم حلقتنا على الراديو 90 وباب الغنى، وسؤالنا على السوشيال ميديا. الصوره اللي قدامكم على صفحتنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك فيها كام حصان بثلاث رجول بس؟ طبعا في حد كاتب 48. راتي مساء الفل يا راتي، في حاجه؟ احمد زكي بيقول 8، نفس الرقم اللي بايرن كسب برشلونه بيه. يا سيدي يا سيدي. عايزين نمسي على عبير حسون كمان وحسن فاروق وعادل الجفسي وعزة جادو. تمام الاجابات كلها جميله، هنعرف اخر الحلقه اجاباتنا ايه. معانا غاده. غاده ازيك يا غاده؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله حلو؟ كله حلو. قولي لي كام حصان في الصوره بثلاث رجول؟ ايه ده ازيك؟
انت مستخبيه ولا ايه؟ ثلاث رجول. عاملين ايه؟ ولا 7 ولا 8؟ عاملين ايه؟ الحمد لله كله تمام. 7 7 8 اقول لك انت رايك ايه؟ ولا 7 ولا 8؟ يا 7 على 8. خلاص نعرف اخر حلقه الاجابات ايه. نلعبها كمل انت؟ يلا نلعب كمل انت. هنسمعك مزيك الاغنيه وهنسمعك حته من الاغنيه وكمليها. يا رب اجاوب. ان شاء الله هتجاوب، ما تخافيش. يا رب اجاوب. وتخلص حكايتنا تقريبا؟ لا غني. ايه ده؟ لا انت هتقولي كلام. ايه ده؟ حك علينا. دي قصيده شعريه دي. وتخلص غربتي وافرح وخاف من فرحتي. تمام. افتح تكون لعبه الظنون بيا وتطلع غدا مش هي. يا غدا. ايه رايك؟ نورتينا يا غدا. نورتينا جدا جدا جدا. ذاكر شويه غدا بقى لو سمحت. عايزين نذاكر كده. الصوره دي فيها كام حصان غير رجل؟ عدي انت عد. انا عديت. تراه كام؟ ما اقدرش اقول دلوقتي. ما اقدرش اقول لك. ايوه ما اقدرش اقول لك. ما اقدرش اقول لك. لا طب ما تيجي نسمع سينجل. بس انا عايز ابقى سينجل. شارموفرز يلا بينا عشان ابقى فاضيه دينجل. حلقتنا من باب الغنى مع مين؟ عطا ورنا سماحه. و كام حصان بثلاث رجول؟ كام حصان بدات رجول في الصوره اللي احنا منزلينها على السوشيال ميديا بتاعتنا اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي. يلا ابعتوا لنا وكلمونا ابعتوا لنا وكلمونا يعني وجاوبوا اللي انتوا عايزين. ايوه عهود معنا. عهود الو. الو يا عهود. يا عهود ايه انا وحشتيني. وانت كمان. بابا بحاول اتصل مش عارفه اوصل. الحمد لله على سلامه الوصول عهود. الحمد لله على سلامتك انت كمان. الله يسلمك. عهود انت كاتبه على تويتر أيوه. مفيش ولا لا ليه؟ لا خلاص لا عليها. مفيش لا عديها. كاتبه ايه؟ مفيش ولا رجل. مفيش ولا واحد من غير رجل. وعملت لي كده. انا كنت فاكر ان هو ليه ساق وايد. ساق وايد. ساق وايد. ده حصان تاني. ده قصه. دي انا لسه متفاجئه. حصان من كوكب من كوكب زحل. طب يلا تعالي نلعبك كمل انت. انت مش عايزه اقول لك انا هي السيشن بتاعها تحفه قوي 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 قوي. ابيض ابيض. ربنا يخليك. الله سلام. ولا انت كله بيسلم عليكي حبايب قلبي الغاليين والله. ما عدا هاجر وهدى عشان ما بكلمهمش. ليه؟ عشان بيلعبوا من غيري. طب هاجر اصلا كاتبه لك على تويتر عهود قولي انه انا اللي جبت لك الاجابه. ما قلتش اجابه. مش عايزه منك حاجه. يلا بينا نلعب اغنيه سهله اهي هتكملي. الله 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 على الناس المذاكره الجميله. برافو عليكي. نورتي يا عهود. قلتي كم حصان بقى في ثلاث رجول؟ مش عايزه تقول الاجابه عشان هاجر غششتها وهي مخصمه. قولي مش عارفين صح ولا غلط. يمكن غلط. قولي. 7. طيب نعرف اخر حلقه. ماشي. يا دنيا. يا دنيا والله. يا دنيا. ايه يا دنيا مالك؟ في ايه يا دنيا؟ يا دنيا في ايه؟ صح صحي كده معانا وتركزي امال. يا دنيا ليه معانده معانا؟ لا دنيا. دنيا. يا دنيا. لسه مكملين معاكم على الراديو 90 والساعة الثانية من البرنامج. وجي وقت فقرتنا حكاية غنوة أو أغنية. حكاية أغنية النهاردة. ضيفنا هيكون شاعر من أهم الشعراء من سنين كتير الحقيقة، وليه نجاحات وعلامات في تاريخ المزيكا كبيرة جدا تقريبا. يعني مفيش نجم سواء كان نجم سوبر ستار من النجوم الصف الأول أو حتى من نجوم الشباب ما كانش ليه علامة في تاريخه الموسيقي والفني. هو شاعر مميز وراقي فنيا واخلاقيا الحقيقه. هيكون معانا ومعاكم شاعر كبير النجم الكبير تامر حسين. ومبسوطين ان هو يكون معانا النهارده. هنتكلم عن اغاني كتير قوي النهارده، نجاحات كتير طبعا، تاريخ في وقت قليل جدا، في وقت قصير جدا. هنسمع منه كواليس مهمه جدا في معظم الاغاني الفتره الاخيره دي، وهتسمعوها حصريا اول مره النهارده مع رنا ومعايا. استنى مكالمة طبعا تامر حسين. استنى مكالمة تامر حسين مهمة جدا. هنروح نسمع اغنية. مكالمة عظيمة دي. نسمع اول غنوة طبعا من كلامه. نسمع كواليسها. نفارق ناس. لؤي. لؤي من طبعا تتر مسلسل كلام على ورق. يلا بينا. اسمعونا فقرة حكاية اغنية. وزي ما وعدناكم وقلنا لكم معانا مين يا منى؟ معانا نجم العالم الشاعر الجميل تامر حسين. مساء الفل يا تيمو. مساء الفل يا حبايبي. مساء الجمال. وحشنا جدا. وكالعادة ما نقدرش نعمل برنامج مهم فيه توثيق فني من غير ما يكون معنا تامر حسين. ضروري. يا رب يخليك يا رنونة ويا مينة وكلكم ذوق كالعادة والله العظيم. ثلاثة وحبايبي واخواتي وبتشرف بيكم دايما. ربنا يخليك يا حبيبي. انت منورنا. وعايز اقول لك مبروك على كل النجاحات اللي فاتت دي. كالعادة كالعادة ما شاء الله يعني. كالعادة ومن زمان وانت عارف انا واحدة من الناس اللي بتحبك من ايام ما كنت بتغني على فكرة. الغنوة كانت ايه؟ الغنوة كانت ايه؟ بسأل عليك يا حبيبي دايما من بعيد. الاغنية دي عاشت معايا سنين وسنين.
يا حبيبتي يا رنونة، ده شرف ليا والله. ربنا يخليك. تامر عايزين نتكلم، ما شاء الله انت الفترة اللي فاتت. استني بس، عايز اعرف ايه حوار لاعب تايكوندو ده؟ دي حقيقة تامر؟ لا ده انا لسه مصلح الموضوع ده على على ويكيبيديا. انا قلت يمكن دي من الرياضيات، من الرياضات انت تحبها يعني. طالع اصغر من والدي الله يرحمه بثلاث سنين، فما فيش منطق يعني، فاهم؟ يعني غريبه جدا، عجبتني حاجه و60 يعني. ربنا يديك الصحه يا حبيبي طول العمر. الله يخليك. بس ما فيش تايكوندو ولا حاجه يعني؟ ما فيش والله خالص. انا كوره يعني. كوره معروف ده عارفينه. كواش، حاجات اللي هي اللي فيها سلم دي. ايوه. تامر احنا كنا بنسمع دلوقتي اغنيه من 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 يعني من روائع بتاعتك، وهي اغنيه نقابل ناس للمطرب الفنان لؤي. طبعا كانت تتر مسلسل كلام على ورق. عايزينك تحكي لنا شويه كواليس الاغنيه دي، وخصوصا احنا عرفنا ان في حاجه كده اكسكلوسيف لينا. طريقها الاول خالص الاغنيه دي. يعني بمناسبه الاغاني اللي هي بتبقى مثلا معموله لحد وتطلع من نصيب حد تاني خالص، ده نصيب قدري حتى مش اختياري. التتر ده اول ما يمكن ده من اول التترات اللي انا عملتها، كان رشحت فيها صديقي المحترم مصطفى صور للمخرج الجميل محمد سامي، وبرضه هما الاثنين اعز اصدقائي دلوقتي يعني في العشره. فسامي كان سايب لي الموضوع وقال لي عيش انت يعني، خلاص عيش انت وشوف مين يغني او فكانت اول الاختيارات حسين الجسمي. لان الاغنيه كانت فلكلور مغربي كده يعني، لحنها لما خدت الجمله اللحنيه من تامر علي كتبها كانت تحس ان هي حاجه جايه خليجي برضه يعني، فيها ميكس مصري على بس الايقاع والعروض المزيكا بتاعتها خليجي. فكرت في حسين الجسمي، تواصلت مع حسين الجسمي والراجل رحب جدا وكان مبسوط وقال لي يلا بينا انا جاهز. والحقيقه زي ما انتم عارفين الحاجات الماديه او الاداريه انا ما بتكلمش فيها مع فنانين، ما حصلش يعني. خليني بقى اتكلم عن تامر حسين في الحته دي بقى عن تجربه شخصيه. من اكتر الـ 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 الناس ادبا ويحرجك يعني، انت ما تعرفش تتعامل مع تامر حسين في الحته دي خالص، بدره هو ادب وذوق. الله يكرمك من ذوقك والله. فانا ما تواصلتش لحاجه مع حسين، وخليت الشركه تكلمه عشان ما يتحرجش او يعمل لي خاطر او بتاع. ما حصلش نصيب ان هو يغنيها. وكان النجاح من نصيب لؤي؟ لا، الصدفه الاكبر ان انا لما ياسمين علي غنيتها، انا اول واحد بعت لي مسج في يوم كده وصاحي الساعه 9 الصبح، لقيت حسين الجسمي بعت لي الف مبروك يا استاذ على اغنيه نقابل ناس، اغنيه تحفه. فاستغربت قلت ده اقول لسه شايف الوقت بتاع دلوقتي ده بقى لها ساعتين. والله ما شافها بصوت ياسمين، سمعها بصوت ياسمين. نجاح تاني يعني سبحان الله. بعت لي وانا لسه بشوف المسج، فبعت له تحت ربنا يبارك فيك، على فكره هي دي الاغنيه اللي انا كنت بقول لك عليها ساعه المسلسل، وحصلت قال لي لو اعرف كنت غنيتها والله ما اعرف. سبحان الله النصيب. فدخلت على السوشيال ميديا لقيت بقى خالد الغندور مشير وتامر حبيب كاتب ومش عارف مين وبيتكلموا عن فيديو. سبحان الله. عامله جو وعامله موضوع كبير قوي باغنيه نقابل ناس، بصيت لقيت ياسمين يعني. كانت سبحان الله فكره الارداء، بتبقى المطرب ويغنيها مطرب ثاني وتنجح اكتر مع حتى ما حد تالت يعني، نصيب يعني. انت الحمد لله ما شاء الله ربنا كتب لك في الاغنيه دي نجاحين مع المسلسل بصوت المطرب لؤي، ونجاح تاني على السوشيال ميديا اوسع بصوت ياسمين علي. انت شايف؟ انا ببقى مبسوط كمان ان انا ابقى باب رزق لحد يعني لياسمين او لغير ياسمين، انا مبسوط قوي بالنجاح اللي هو يعني كده كده بسبب معرفتها بالناس جامد حقيقي. والناس كلها جامده. الناس اللي بتبقى اول مره بتبتدي وببقى انا سبب رزق او نجاح كبير ليدي، دي بتبسطني اكتر يعني. ده نجاح اهم من نجاح المطرب اصلا. طبعا موجود. زي انا الصاحب. انا الصاحب طبعا. وانت انا كنت مبسوط بيها قوي وعملت اغنيه اسمها في غيابك اللي انا بحبها جدا. ده يعني بجد ده كان شرف ليا. ده شرف لينا فعلا. والله العظيم. شرف ليك. لحد النهارده ما فيش حاجه جت زي انا الصاحب، ولا في حاجه هتيجي، بس ان شاء الله هنعملها. الحاجات دي يعني قصدي النجوم الكبار انا شايف ان انا حتى لو اضفت لهم، بس هم عندهم اصلا قاعده وعندهم نجاحات اصلا قبل كده. صح. وانا بحاول اكمل الصوره، انما الناس الجديده النجاح معاهم بيديك انت اصلا طعم مختلف كبير. طعم مختلف. صح. اضافه يعني، فاهم قصدي؟ طيب لو هنروح للهضبه بقى عمرو دياب، طبعا التاريخ مع الهضبه عمرو دياب ما شاء الله مليء بالنجاحات. الله اكبر ما شاء الله. انت تشوت بقى علشان ايه؟ ما شاء الله. خلينا تامر نتكلم عن هيعيش يفتكرني. هيعيش يفتكرني و حكايتها ايه؟ هيعيش يفتكرني كانت اغنيه سمعها الهضبه في 2018 وتحمس شويه، بعد كده
ما يعني هي دي من ناحيتها كان بيفكر في حاجات تانية. فعمرو مصطفى كان بيعمل ألبومه فخدها في ألبومه. فعملت تنازل أنا لعمرو مصطفى إن الأغنية دي خلاص لألبوم. وإحنا راجعين مرة من الرياض وفي الطيارة راجعين أنا وعمرو مصطفى مع الهضبة افتكر هيعيش في كني وقال لي فين وبتاع قلت له كنت مديها لعمرو مصطفى فعمرو مصطفى قال له هتغنيها طبعا خدها فعمل له التنازلات فكانت اصلا لعمرو مصطفى وراحت للهضبه وفي عمرنا ما هنرجع زي زمان كانت لمناسبه الهضبه كانت مع نجمين كبار جدا نجوم الشباب يعني الاوائل يعني لا نعرف بقى مين هم يعني انا بس عايز اقول تفاصيل عشان ما اتحرق ليه والله ما فيش زعل حد عايزين نعرف والله يعني ما اصل في واحد كان عنده وجهه نظر ان هو وتحترم طبعا بس كان عايز يعملها يا سلام لو نرجع زي فكان المعنى متغير خالص دي في اغنيه عمرنا ما نرجع زي زمان يعني وفي فنان اخر كان حابب يعملها اغنيه فرح عارف انا الفنان ده ما نرجع زي زمان فلقيت الفكره رايحه في حته ثانيه رايحه في حته ثانيه خالص وانا كان عندي اصلي وجهه نظر متمسك بيها في الاغنيه دي ان انا الناس اللي بتبقى عايشه على الماضي فيقعد يقول لك احنا يعني مثلا في وقت الثورات والحاجات دي كان يقول لك احنا جدود تحت اللي عملنا الاهرامات طب ما تعملوا حاجه النهارده لا صح. مش هنعمل هم عملوا عارف صح. هم عملوا انا قريبي عمل انا فلان فانا كنت في كلام مهم جدا كنت اللي هو لسه هنقول كنا وكنا ليه عن الماضي ده كان كده فكنت بنيها على وجهه نظر مهمه فحسيت ان هي ما تنفعش تبقى اغنيه فرح وما تنفعش يا سلام لو نرجع زي زمان يعني ده برضه تمني مش محل كنت شايف ان الحقيقه تتقال عمرنا ما نرجع زي زمان وقد كان بقى اول ما سمعها الفنان عمرو دياب كان مبسوط بوجهه النظر دي قال لي فعلا انا كمان متفق معاك في فكره الناس اللي بتحب تعيش على الماضي يعني انا مش متخيل ان انا ابقى عمرو دياب وعايش ان انا اللي عامل تملي معاك لا انا صحيح أنا ما كانش هيتقدم فكان عنده نفس مطلوب. وجهه النظر اللي هو لا مش هنعيش على الماضي لا مش هنعمل كده في قنبله بقى في قنبله جديده لسه اطلقتها انت من 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 فتره بسيطه يا مستعجل فراقي يا مستعجل عوده للنجم محمد ثروت في 2021 ايه الجمال ده بقى كريدت بقى كبير طبعا جداً طبعا جدا 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 ده من الحاجات اللي بتساعدني جدا ان انا ابقى يعني الحاجات دي ببقى ايدي على قلبي لما تبقى فنان راجع بعد فتره وبعد اقول يا رب يعني معقول يا رب قنبله كلام ايه الكلام الجميل ده ايه الكلام ده الله يكرمك وايه اللحن ده بجد ايه الاغنيه دي كلها على بعضها ايه الحاله دي كلام ولحن يعني من كواليسها برضه كانت سبحان الله فكره المسلسل كلمني محمد رحيم وبشكره صديقي النجاح الكبير محمد رحيم وفنان عبقري وفنان اشتغل معاه جدا كلمني مره مع المخرج محمد سامي يعني بقول لك لاول مره قلت لها كنا بنتكلم عن تتر هيتعمل لمسلسل ما كانت هتبقى تتر كانت هتبقى تتر اغنيه تتر يعني بقول لك ميلاد الاغنيه جه فقعدنا نسمع فجر انا وعجبني اللحن جدا انا يعني ببقى عندي ذوق في اختيار الالحان ان انا ببقى شايف يعني الجملة دي مهمة جملة مهمة يتعمل منها حاجة فسمعت اللحن جننت طبعا قلت الله فظيع ومؤثر وكنا سامعينه كمان بعد الفجر كده تحس ان فيه كان قريب من الاستهلاك ورحيم كان مغنيه بطريقة كده في الأول فظيع جدا بس محمد سامي كان عنده وجهة نظر تانية في المزيكا فقال له نعملها بطريقة تانية أو فطبعا أنا قافل مش مقتنع قوي ورحيم طبعا مش عارف أقول له إيه يعني بقول لك يسيب اللحن ده احنا نعمله يعني هو كان المفروض معمول للتتر المسلسل احنا نعمله بطريقه تانية وممكن انا اكتب عليه كلام تاني خالص وفعلا قد كان كتبت مستعجل فراقي قنبله طبعا وما كلمني الفنان محمد رحيم قال لي بقول لك يا استاذ محمد ثروت راجع وهيغني قلت له بجد كلام بجد قال لي والله قلت له بس انا حاسس ان هو يعني ممكن يعني ما يعني مستعجل فراقي ما تبقاش ذوقه او ما يعملهاش او قال لا هو رجع بدم جديد وحابب يتغير وحابب متحمس اول اغنيه وكنت مبسوط طبعا لان هو تاريخ كبير ومن الناس اللي تتلمذوا على ايد العبقري محمد عبد الوهاب يعني محمد عبد الوهاب ما بيشوفش على اي حد طبعا الى ان على فكره احنا اجيال يعني جيل واحد هتلاقي في الطفوله جده علي و طبعا كلنا كده النوره كانت عايشه معانا فهو ليه ذكريات
فالحمد لله رب لا العالمين. اغنيه هايله وهو صراحه وكل يعني كل حاجه فيها مظبوطه. طلع عنده جماهيريه كبيره جدا طبعا. على فكره حتى سبحان الله حتى اللي يعرفوه من جيلنا الجداد كمان اللي ما يعرفوهوش حبوا بالضبط الاغنيه بالضبط. جدا وحبوا الحاله اللي اتعملت فيها مستعجل فراقي بجد شابوه. فهي كان توفيق ربنا وهو الراجل كمان في حاجه اللي غير هو في مقامه يعني. فالحمد لله النجاحات دي بقى الواحد مبروك يا تيمو ودايما كده مكسر الدنيا بنجاحاتك ودايما معانا بكل جديد. احنا بقى عايزين ما ينفعش نقفل من غير ما نعرف ايه اللي جاي. نستنى ايه من حاجة تامر حسين اه. الفتره اللي جايه حاجه من المطبخ ان شاء الله. يعني البوم فنان حبيبي وصديقي المحترم محمد حمائي انا الله. كنت عامل له سنجل ومفروض مش عارف بقى السنجل دي هتنزل الاول ولا الالبوم بتاعه عبدي. والهضبه طبعا عنده مسلسل بتاع انا مشارك في المسلسل باغاني برضو. واو. تامر حسني برضو بدا يحضر في الجديد فانا بحضر تامر ومنتظرين كل يعني اقرب حاجه ان شاء الله باذن الله. دايما كده مكسر الدنيا يا تيمو دايما ربنا يكرمك. ممكن اطلب منك طلب والنبي طلب شخصي بعد اذنك. انت في اموري بس والنبي بسال عليك يا حبيبي دايما من بعيد قبل ما تقفل حته كده والنبي ماشي بحبها قوي يا جماعه. الله 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 نورتنا ومكالمه جميله وغاليه على قلوبنا جدا وغاليه عليا انا والله ربنا يخليك. شاكرين جدا انك موجود معانا وان شاء الله باذن الله لازم انا بتشرف بيك والله العظيم. تشرف فينا يا حبيبي لازم اول ما الكورونا بس الدنيا تهدى شويه لازم تنورنا في راديو 99. ارجوك بقى ارجوك. عناية نورتنا يا تامر نورتنا جدا والف الف مبروك على كل النجاحات. الله يبارك فيك يا حبيبي. حبيبي يا تامر ماشي حبيبي باي باي. طبعا هنروح نسمع القنبله اخر اصدارات يلا بينا النجم محمد ثروتي مستعجل فراقي. مكملين معاكم حلقتنا من باب الغنى. كانت مكالمه دسمة ثمينه كده وفيها معلومات مهمه وفيها شويه حاجات حلوه ومزيكا واغاني وكواليس. معانا تليفون دلوقتي بقى نكمل نرجع لألعابنا الجميله. معانا مين يا منى؟ معانا هدير هاجر. هاجر هدير ليه هدير ازيك يا هاجر؟ خلاص بقى ازيك يا هاجر؟ ازيك يا هاجر؟ اخبارك ايه؟ عاملين ايه؟ حشتونا. كله حلو وانتوا كمان وحشتونا. نورت والله العظيم. ده نورك خليك. والله عسل. والله الايام الاسبوع يا اولاد الواحد قاعد مستني فينا الحلقه. الايام بتجري والله الايام بتجري. بتجري ايه؟ بصي كنت بقى انت واللايف بتاعك اللي مش بيجي ده اساسا. انت لسه ما طلعتيش لايف؟ لا والله ما طلعتش لايف كتير قوي قوي. تطلعش يا مولانا. تطلعش يا مولانا بتقول مولانا يقول لك اطلع تطلع. يعني قاعدين اقرانا هاي وخلاص هتيجي حسيتنا. طب اي حاجه حاضر يتيم حاضر كفر اي حاجه يعني حلوه حلوه قوي. اصلا مجهزه لكم حته كفر انا وسامر. الله والله اهي اكسكلوسيف اهو. يوه كنا قاعدين كده قلت له النبي يا سامر انا نفسي اغني الاغنيه دي قوي تيجي نغنيها انا وانت. راح قعد حط المزيكا بس لسه ما غنيناش. ربنا يبارك لك اخطفه النهارده كده نروح نغنيها في البيت وننزلها لكم اليومين الجايين. احنا مستنيين. اوكي هروق عليكم جامد. خلصونا. بمناسبه سامر يا اولاد لازم نقول له كل سنه وهو طيب عيد ميلاده بعد يومين. انتوا ايه في كل سنه وانتوا سايمور؟ انتوا عايزين تحرقوا الدنيا وتقولوا له قبلي ما تحترموني كل سنه وانت طيب يا سايمور يا عريس. ما نكبر للجوازه بقى قاعدين بس بنحسب بقى عيد ميلادكم عيد ميلاده وبعد عيد ميلادك هاجر. أيوة. خليني اخطفك ونلعب كلمات الاغاني. يلا ماشي. بينا هقول لك كلمات تريدي غنوه ايه؟ في ايه؟ بتقول لك خلصانة. خلصانة برضو؟ يلا. طيب هتداري وانا داري؟ لا هتداري وانا داري وتقيد نارك وناري وتموت وتعرف اخباري وانا اموت مش شوق واحتار. ايوه انا عارفه الاغنيه دي وانا كمان عارفها. ايوه ايه ده حد قرب حبيبي. برافو قربت. انا بحب الاغنيه دي جدا جدا. هايل جدا هايل 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 والله العظيم. برافو عليكي برافو عليكي يا هاجر مركزه. بقول ايوه ان انا ما بكلمهاش وان انا ما بكلمش تاني خالص. انتوا كمان مالكم النهارده قافشين في بعض كده ليه؟ بيبي احنا اتحسدنا. بيبي يعني يا بيبي احنا اتحسدنا فعلا. يعني ايه بجد؟ لا عايزين نفك كده عايزين نفك كده ونروق ونزقطط مع بعضينا. يا اموره لا نفك كده ونحب بعض نحب بعض شويه يا جماعه. انا واحنا بنحبك يعني دي اهم حاجه. وانا كمان بحبكم والله حبيب قلبي الغاليين. حبيبتي نورتينا يا جوجو كلمينا الاسبوع الجاي. طبعا ما بنستناش عنك كل اسبوع لازم تكلمينا. معلش صديقتي وحبيبتي اختي لولو بتسمعنا دلوقتي وعايزاها تفك كده وتبقى جميله ومبسوطه واقول لها وهدي لها الاغنيه اللي جايه دي. ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكه منك. اضحك يا لولو اضحكي. لسه مكملين معاكم على الراديو 90 رنا سماحه ومين عطا وكل حد من 6 ل 8 باب الغنى. عايز امسي على عصامين وحبيب قلبي شيف مصر الاول الشيف عصام عاشور. لا ناكل ومريم شيف يبقى ناكل لو سمحت. قاعدين في دبي دلوقتي فيعني ايه هنجي لك دبي ناكل برضه. شوف لنا اي حاجه يابا عندك شوف في ايه الكلام ايه عايزين ناكل اي حاجه صحيح. معانا مين؟ معانا ايه. الو الو ايه
الو، كانت آية طيبة. عايز أقولك يمين أخبار من الأخبار الجميلة، وكالعادة يعني إحنا الحمد لله رب العالمين ترند على تويتر، وربنا يديم الترندات يا حلويات يا حلوين. إحنا كالعادة ما شاء الله علينا، ما شاء الله مش عايزين نحسد نفسينا. عايز أروح بس أمسي برضو على الناس اللي موجودين كده على الترند، جيهان جمال وغادة وهاجر وجيجي ويسو وفرح ومين تاني وريهام وألو. الو، يا آية ازيكم؟ انت روحتي فين يا آية؟ انا اهو. كنت مقيله شويه. لا والله يا هل. اخبارك ايه؟ كله حلو؟ تمام الحمد لله. عامل ايه في البرد ده؟ احنا مش حاسين بأي برد في الاستوديو، لسه نطلع بره على غير العاده نواجه الحقيقه. يا الحقيقه المره. انت عامله ايه؟ كله حلو؟ انا تمام الحمد لله. قولي لنا كام حصان بثلاث رجول في الصوره؟ يعني اقول سبعه. نقول سبعة كده يعني كده. هنعرف كمان دقيقتين. اخر حلقة اخر حلقة مش طيب. هنسمعك. هنقول قولي عايز تقولي ايه؟ عاوز اسلم على الكاميرا كله طبعا. احلى تحية. سلموا عليك كمان. سلمي عليهم كلهم. وكلنا فرحانين بوقفة الدنيا تاني يعني. لازم ابارك عليك. ربنا يخليك. ايوش تسلميلي. قولي لنا حاجة بقى سهلة. اسمعي بقى دي. اسمعي هذه المقطوعة. يلا بينا. قصرت السكة انا كده انجزت. داخلها بتقل واظن لاحظت. انت اللي عليك. بص لي بعينيك وانا مستعد اموت فيها لو عوزت. بس انا مستسلم. ايش الشطاره دي؟ لا 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 احنا يا جماعه احنا عدينا مستوى. برافو عليك ايوش. الموضوع كبر مننا. نورتينا يا ايه جدا جدا جدا. باي باي. باي باي. وايه قول لي بقى سمعني ايه؟ سمعني حاجه ولا نقرا كده شويه؟ افرض مثلا يعني اني خصمتك يوم. طيب ماشي يلا نروح. يعني منك. يلا للأسف. وللأسف والله للأسف الحلقة خلصت بسرعة. طب الإجابة كانت إيه؟ قول لنا كده. 8 حصان. عدوا كويس تلوم 8 مش 7. 8 حصان يا جماعة. اللي وقع في الفخ بتاع 7 ده غلط. الإجابة طلعت غلط. في واحد قال 48 مش فاكر مين. 48 قال لك يضرب رقم كده وزي ما تيجي. أيوه. كنتم مع مين؟ عطر رنا سماح في باب الغنى، ومعانا باشمهندس راني طوع. واستنونا كل أسبوع من 6 ل 8 يوم الأحد. كل حد من 6 ل 8 لحد جاي تستنونا من 6 ل 8 برنامج باب الغنى. هندلعكوا، هنسمع اصوات كل حد بيغني، وهنشغل الاي كيو بتاعنا. نشوفكم الحد الجاي باذن الله على خير. والسلام عليكم.